هذا الجهاز يعمل بتقنية جديدة تتعرف على الأشخاص من خلال الوجه ليساعدهم في فتح بوابات الدخول. تقدمه إحدى الشركات الرائدة في مجالات الحلول الأمنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الذي اختتمت فعاليات نسخته 22. ميزة في الحل ده إن جواه كاميرا، وبالتالي أنا لو أنا جهة بشتري بوفر التكلفة بتاعت الكاميرا، بديك حل متكامل، كاميرا مع الوجه، تعرف على الوجه مع الكارت، بالإضافة لكده كمان إن أنا ممكن أحطها كأكسس كنترول على بوابة، وبالتالي أي شخص مهم VIP داخل على البوابة دي بمجرد أنه بيبص على الكاميرا وبيكون مسجل في قاعدة البيانات، البوابة على طول بتفتح له. تسعى مصر من خلال المعرض لتوطين التكنولوجيا وجعل صناعة الإلكترونيات أحد دعائم الاقتصاد والدخل القومي. معرض متنوع، فيه شركات مختلفة بتقدم خدمات اتصالات مختلفة، يعني سواء على القطاع البنوك بيعتبر فيه خدمات اتصالات، على قطاع الاتصالات في شركات اتصالات، على القطاع الأمني والسيكيورتي فيه، فبتلاقي الزوار متنوعين. لاقى المعرض حضورا كثيفا من الشركات والأشخاص المهتمين بمجال التكنولوجيا في مصر. الناس بتيجي تبص على الأحدث، لأن كل سنة التكنولوجيا بتتطور، فطبعا الحاجات دي بيبقى الناس عايزة تعرفها. شايف إن المساحة أكبر، شايف إن التكنولوجي أعلى كتير، شايف إن الديزاينر بتاع الحاجات البارتيشنز بقى مهتم جدا بده، متوازي مع التكنولوجيا اللي شغالة. أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في افتتاح المعرض إطلاق مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، وكلف بالبدء في تدريب 10,000 شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية. أكثر من 500 شركة مصرية وأجنبية شاركوا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات، جميعهم وضعوا حلولا ذكية على مائدة هذا المعرض في محاولة لمساعدة مصر للتحول الرقمي. كريم شيخ الغد، القاهرة.